ما بكررها يعني. بالنسبة للسوشيال ميديا هذا الشيء بدي أحكي معك يعني من أول حلقة هيك، أنا بدي فوت بهذا السؤال. حضرتك عندك آراء جريئة صريحة جداً على السوشيال ميديا، وأحياناً بترد على العالم، مو أحياناً كتير بترد على كومنتس كتيرة بتجيك، بتصرح تصريحات مثيرة للجدل بيتم تداولها كتير. بتعرف نحن اليوم بدنا مادة لحتى نبلش ننقل عن الفنان عدنان أبو الشامات قال كذا، ومنحط صورتك ومنبلش من صفحة لصفحة كوبي بيست. من أحد هاي التصريحات أنه أنا مستحيل أعيش بإدلب حتى لو عطوني ذهب، وتصريح آخر أنه عن الوضع بالبلد أنه بدك تستثمر بالبصل بدل الذهب. أنا هذا التصريح يعني بحييك عليه بصراحة، بالأخص أنه صار كيلو البصل بهذيك الحسبة. فجريء بطرحك اليوم، هذا الشيء بيعرضك لانتقادات واسعة، شو سبب هاي التصريحات؟ هلا أنا بموضوع إدلب كان رد على حدا والله ما أتذكر حتى، وحكينا فيه كتير. أنا ما بدي سيل أخواننا الأدالبي، أنا عندي أصدقاء أدالبي وبحترمهم، وهي محافظة سورية بشكل عام، بس أنا كنت عم بحكي عن الجو اللي مفروض بإدلب اليوم، هذا الجو اللي متعصب، اللي المرأة ما بتقدر تأخذ فيه حريتها تطلع مثل ما بدها من البيت تجي إلى آخره، يعني جو الحرية الاجتماعية إذا بدك. أنا ما قصدت إساءة لحدا، بس هو ما كان منشور، هو كان رد على واحد قال لي يمكن تعال على عنا على إدلب، يمكن كنت عم بشتكي من الكهرباء بالشام قال لي تعال عنا على إدلب، فطلع معي هالتعليق اللي صار المزح ترند. المزح صار ترند لأنه الناس يمكن بتحب الفاينة أو شيء 100% دائماً وأبداً ايه. فهذا ايه. الموضوع يعني ساوى علي ردة فعل عنيفة جداً من إخواننا في إدلب، وصار يعني جاني آلاف التعليقات والمسجات وأنا بالتأكيد ما بسيء، يعني ما بحب بسيء للناس، وإنما عم بحكي أنا على الجو الاجتماعي اللي أنا ما بحب أعيش فيه. يعني بالنسبة لموضوع البصل والثوم والبطاطا واتسترا، يعني ما في شك إنه الحياة صارت شاقة سوريا، يعني جداً. بتشوفي أنت الأسعار بالسوق، بتشوفي مستوى الدخل الأفراد الناس العاديين، حتى اللي يعني دخلهم عالي بالنسبة لغير طبقات، بتلاقي إنه الحياة صارت شاقة جداً، يعني ما عاد يعرف الواحد كيف بيوفر مستلزمات الحياة الضرورية تبعه، غير إنه في مشكلة الكهرباء. هلا عنا إحنا مثلاً أنا قاعد بالميسات ببيت أهلي، يعني كانت تجي ساعتين أربع ساعات سبع بلمعة، اليوم بالساعتين اللي مفروض تجي فيهم عم تجي عشر دقائق صحيح. يعني تبع قاطع الكهرباء عم يطالع، ما بعرف كيف عم يشتغل، يعني بيجيبها خمس دقائق وبيسكر. ايه هوايه بتحسها هيك انه نزل قاطع كل شيء. صارت الحياه شاقه فعلا، يعني صارت مثل عقوبه الواحد عم يتعاقب على الحياه. بتمنى انه يعني نوصل لحل هالموضوع هذا، يعني هلا صار له سنوات عم يتدهور الوضع ما عم يتحسن صحيح، فلازم انه يلتقى شيء حل. ما كنا قدرانين، خلوا القطاع الخاص يعمل امبيرات مثل بقيه مثل لبنان سابقا، ما بعرف يمكن في حلب في مناطق في بعض اجزاء دمشق في امبيرات، لازم تنحل هاي المعاناه. ما معقول انه الواحد ما يقدر يشغل غسالة، ما يقدر يتحمم، غير أنه ما في مزبوط يعني عن جد بتلاقي من كل الجهات في ضنك صار بالحياة، المفروض خناق يعني إذا قلنا تصريفة إذا قلنا حل. رأيك جدا يعني واقعي ويلامس الواقع. اليوم في كتير ناس بتقول الفنان كتير بعيد عن الواقع، يعني عايش بكوكب المريخ، وفي كتير فنانين بيكونوا خلينا نقول مجاملين وين ما كانوا، مش بس بسوريا، بأي بلد بالعالم، هنن أشخاص ما بيحبوا يعطوا رأيهم السياسي أو رأيهم بالوضع ببلدهم، أشخاص رماديين مثل ما منقول.